ايث مثلا سكن بذو اد نهضر اغف الوثيقه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذي المدينه المنوره ذي الدوله الجديده. خطر النبي صلى الله عليه وسلم اسس لمفهوم الدوله الدوله ويث يخدم ذم زورو ذي النبي صلى الله عليه وسلم لاتا انيتا يخدم دوله ذي المدينه المنوره ودوله جديده. ثورة ساكن غير الوثيقه. اولا ذي المصطلح كتب السير في قديمين سمانس الكتاب نغ سمانس الصحيفه ذو كذاك استخدام كتب السير الحديثه استخدام المصطلحين الوثيقه نغ الدستور لا كونستيتيسيون ثورة يتوا سنوك ذي الموند اونتي كان كونستيتيسيون لكن ثمرة الفلاني ساعة الدستور أما الجزائر أما تونس أما المغرب أما كثير ساعة الدستور الدستور وطبعا الدستور يكون مكتوب أو عرفي وكي مسألة أخرى راهي في دنيا القانون صافي الدستور لا كونستيتيسيون وكي المصطلح هذا جديد ولكن ماشي تسمى اسميس الكتاب نغي اسميس الصحيفة نغي اسميس الوثيقة وثيقة يجي يخدمي النبي صلى الله عليه وسلم ذي المدينه المنوره اطاس تمثال جلانديس ولكن اتد الخصادي خمسه باش نشوفوا خمسه تمثال في قرانين والله اكن تفغوث للدوله غساكي حوايج باش تصغر الوثيقه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم باش تبنو نتسات ليتا دو دروا اليوم يقرا ساكي دوله القانون. شوت دولة القانون ليتا دو دروا زعما شوت الدولة يقسع نيو البرانسيب دو ليغاليتي دو ليجيتيميتي مبدا الشرعية مبدا الشرعية المعنيس اذيلي اتصل من تمثال اي تطبقا بمقتضى مبدا الشرعية باش اذعشنا كي ثالويث اذعشنا كي ذي السر ذي لي سر المواطنين لي سيتوانيا كل يوم الحقوق ينس كل يوم سي زرفانيس ولا شوار يحقر نوايض ولا شوار يظلم نوايض وين يظلم من لا جيستيس ليتا دو دروا ذيكس كلش وزيد التطبيق تطبيق القانون كي نقولوا تطبيق الشريعه تطبيق الشريعه بون هذاك ود هضر في المصطلحين ذي الشريعه نغذي القانون يلا هذا نزول ذي الشريعه امشي نتصور الدوله ذي شرع من سيدي ربي القران الى قيت تطبق ذا مزوار القران اول رب زنسا في القمه الدليل سيدنا معاذ بن جبل ميثيش كاع النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن الناس بما تقضي بين الناس اتروحوا اتحكموا ديارسا بما تقضي بين الناس اشو سينا الناس بكتاب الله سويني ديوسان ديال القران إنس فإن لم تجد إما ثمسلتني إديوسان وهورني الكونفلي نخدي بظن ولاش ديك سان تكست ولاش ديك آية محددة إنس فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغادر السنة إنس فإن لم تجد هما إلا ولاش إنس أجتهد رأيي ولا آلو اي لا ادخر جهدا مدنو غال باش تفتح سانتاز خلاصه مبدا الشرعيه ذي الشريعه ذي الشرعيه تطبيق او مراعاه التدرج الهرمي في النصوص او في المراجع القران ذا مزوار اول ربي داو القران شو ديوسان السنه النبويه داو السنه شو ديوسان الإجماع إجماع الصحابة إجماع داو شو يسمى القياس داو الإجماع ذا القياس إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة أو في علة الحكم أم بعد أدسنت مصادر النظم أدس المصالح المرسلة أدس الاستحسان أدياس الاستصحاب أدياس العرف أدياس قول الصحابي
أدياس شرع من قبلنا شرع لنا أدياس أنت المصادر أدياس كما في الفقه المالكي ما يسمى بسد الذرائع في كذلك تفاصيل معروفة في علم الأصول ثري الله أدنو غال يعني ما تفكر مثال عملي مثال عملي ولي الأمر أديني إلى قد سفغم الزكاة مثلا إلى قد دير الدليل أديني ندى ربي ذي القرآن الكريم خذ من أموالهم صدقة يعني الزكاة تطهر متزكي بها وبعدين ثفثوسات الزكاة الزكاة تسعى الأوعية الأوعية ينس كل حاجة أما ذي سجاران أما ذي خرفيان المال يعني أما ذي ذريمان أما كلش تسعى النصاب ينس هكا لنت أوعية الزكاة لنت أنصبة الزكاة أما بعد أنوين يستهل الزكاة مستحق الزكاة منهم ضرب دينا في صورة التوبة الآية رقم 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين يخدم غد 8 الصناف كل شيء مفصل من لن تمسلوا تنتفال ذي القرآن أنت نروح نحر السنة وهكذا ذي ندريني الشرع وقيل الشرع دين ربي ذي القرآن في صورة الجاثية الآية 18 إن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله يبارك ثورة سمحتي أن جاك الشريعة روح القانون ثورة أن جوريستي يوندي القانون لتا دو دروام كي تتصورها أخيري لقد أرسبكتي لا كونستيتيسيون الدستور سمناس أبو القوانين داو الدستور شاهدين ذي ثمورة النغ يلا وراه من جوريستك نعم ذي القانون ولكن ذي ثمورة النغ ذي الدستور إلا وين نظرنا نجير القانون وكو الدستور وارث الديني أشي القانون خاطئ لكونفنسيون الاتفاقيات الدولية المصادق عليها الارتيكل 132 الدستور الجزائر يناد لكونفنسيون استنيا الجزائر غلفنت القانون داو الدستور صافي تما في لافيرون جوستيس الى قا نسقلش تمثال اثن جوج زافي سي نسمحي طبق لا كونفنسيون باسكو طبق استنيا في الجزائر الدليل الارتيكل 132 الدستور الجزائر القاضي الى قاضي لافوكا سي يحبس الى قا تخدم هذاك لا يفاق واحد صدق الله يبارك صافي الدستور داو الدستور الا الاتفاقيات المعاهده الدوليه المصدق عليها داو المعاهدات القوانين الموضوعيه يعني كود سيفيل كود بينال كود 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 لا فامي ياكل كود قوانين داو سن ادا سن من بعد ومقام المراسيم التنفيذيه اللي دوك راني نخدم يخدم باش نمشي مال القانون قال غيفرا صافي ثاني القانون فكر دوكي كان فقط للتمثيل خاطر القارن بالدنيا تدو دروا انس فهم تدو دروا من بعد السلطات ثلاث سلطات تشريعيه دي سفن القوانين ثلاث سلطات تنفيذيه ثلاث سلطات القضائيه الفصل بين السلطات اكاي لو بوفوار اريت لو بوفوار انا كنسينا مسناوني مونتيسكيو لو بوفوار اريت لو بوفوار في مساله ديال القانون سمحتي غاسق راه ديال الجامع ولكن معليش كان كنتسك دي بارونتيز باش نفهم لو تيرم اكي شو المعنى سي تادو دروا يا ولدي الشغالاقيه وكذي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل اكثر من 14 قرون لمراقلانت ولكن سيسم الشريعه ماشي سيسم القانون اللي يسنو الفاو مذان وكي ذي مذان الهضره شرعيه اين ديوسان دي الشريعه ديال ربي ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين يعلمون سوره الجاثيه الايه 18 طيب تفهمنا يلا النبي عليه الصلاه والسلام يخدم الوثيقه ديك بنود اللغه المعاصره دي زارتيكل بنود اتصل بنود ديك الان ادفك خلاصه ديك خمسه مسالتين قرانيين اغدي في جنن طبيعه الدوله التي اسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اولا قبل تفكير نقطة مزوالة سادين قبل هنا لان اليهود، اليهود عايشين ديال المدينة، صافي. لان الأوس والخزرج هؤلاء إن سهروا
في جماعة الأنصار. لا المهاجرون إديوسان سي مكة المكرمة اسمس المهاجرين. الأنصار ذين زداغ من المدينة المنورة يسينان في صلوة السلامة مرحبا العسلامة الأنصار أكا. المهاجرون والأنصار إن سهروا في جماعة المسلمين اتفقنا، ولكن لا اليهود ذينا إلو مقارن يهود بني ساعدة اليهود، لن يهود بني النظير، إلى اليهود بني الحارث، إلى يهود بني عوف، ذي اليهود أطاس ذي ذرمان صافي اليهود لن ذي المدير من وراء لا صلى الله عليه وسلم الوثيقة الوثيقة إلى قوة خاصة الحكام والقضاة واللي يتعاملوا في الشأن العام إلى قصغر نياكو إلى قصغر نياكو إلى قصغر نياكو خطر هذا وين أجروج وستفنا رند النظام ثورة أدنف خمسة تمثال قيثين قرانين أطاسي قلان لن تكثر من 40 تمثال ولكن تتختصر في خمسة مسائل كبرى ثمسة ثمزوالوث الانتقال من مفهوم القبلية إلى مفهوم الأمة خطيرة أمش ليس إلا دي ذرمان أكل حياة نسلك دي ذرمان أذرم 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 ورستعرض بس حاجة اسمه الأمة يأكل أشيني القبيلين فينا الحرب فلاس العوز فلاس مي ثقيا كويا والو طاق على من طاق الوقت اللي صافي اكساس تنفي صلى الله عليه وسلم جاس لا ولكن اذرو ما قال الشم في قول فهم اسم الامه اذيو غادي نسلم اذي تخمم في الحومه وذي تخمم في ذرو وذي تخمم في ثداث وذي تخمم في ثمورث وذي تخمم في الأمة تنسلم ثمرة لاباس وكي قال قليلين يكون ثورة أخويا أنت عايشي ذاك ذي الحومة ذاك عزوزو الحومة أنا غاتنسيس ذيك ما نساو كور من خصا فريد من خص تريسيتي ذي الحومة الحومة إيه ولكن يمثل ستالف الأمة إلا قال خمم في الناس ماشي نقيم كان الحومة 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 نسو الأمة ناطف ديولي كيني اذرو ما اذرو ما اذرو ميتو ثداث خاطي دار ميم لا جدود نغزيك حرش ندير شوالاكي اتصفض مكولا اذرو ودي فيك الطامن مي لا ناكل طمان طمان ايذرمان ابرد خدم انت جماعث انت الدارث سفلا الا وقرو اسم اسلامي انت الدارث وقيد الطمان وقيد الوكيل يطفن الشؤون الماليه الفينونس الامام الامام الى قضيه الامام داخل الإمام بوركوا تخدم نزيك مغارا حرشا باسكو الإمام ذن سارة يطفن ثمسة الدين ورد يفتون يخيذ الإمام وسننا رانا نجير الشغال النغ بلا ميل الشرع الشرع إلى قليلي فهي رسالة مهمة الجيل بسا أزر بلي الجدود زيك ميخذ من تجمع في جمويع الإمام يلا أماكن إلا لامين لامين ضاير من اسم سفكان أشكيف وسمانا راه بريزيدون ريسبونسابل سماناس لامين معنى امانه يرفض الامانه ذا قداش ذا قدام تري عوز تري صهر لامين الا طمان خويا كل ذروم في الطمنينس الا لوشي الشؤون الماليه الاختياثميه وكل مشمل اين كنتني شركين انت راه جيرين هكا الى اخره الى اخره هادو غالخ ذي 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 في ستوري سينما المفهوم القبيله يلا ولكن يرنيس مفهوم النظام ذم قران اسم اسم مفهوم الأمة أنت يساوي يساد ذكيون الفقرة إذ يساد أمة واحدة من دون الناس أولا يوم السلام إلا ذي الوثيقة يك أمة واحدة من دون الناس ثورة نفتت هذا المعنى أمة واحدة أي غير دين النبي عليه الصلاة والسلام أمة واحدة أولاقي معنى كوني دين سلما
تجمع حاجة اسمها الأمة، الدليل إلى ذي القرآن الكريم، ورغ ديول الأدلة سي القرآن الكريم. هذا الآية دي في ذا ذي سورة البقرة الآية 143، ربي نات وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا صافي لو تيرما قال أمي شماد زيك ولا شايف ولا شايف ما كاينش هو إلا وذرهم فقط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية قد دوسا سورة البقرة الآية 143، أرنو سيد الآية النظم لابس الله يبارك. مثلا ربي ناد إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صافي حافظ ربي، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وين جاية هذه الآية؟ سورة الأنبياء. عليك نور، ممتاز. تلقى الآيات المتشابهة. يتفتقون يوسف فاعبدوا. ما شاء الله. وين شو الآيات رقم الآيات؟ أغوش. أيوه. أكيد عيونك. سورة الأنبياء الآية 92. سورة المؤمنون الآية 52. ثورنا مش شايفين مليحة، وكما يقول المشايخ الآيات متشابهة ممكن تغلط فيها. واحدة تقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ثايض تجد سورة الأنبياء الآية 92 فيرسي 92 ثماركي شفو ثاسا إن أكيد تبدأ من سورة المؤمنون تبدأ و وأن إلى الواو، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صافي ذي سورة الأنبياء ثكفى فاعبدون، ذي سورة المؤمنون خطر جملة محكية نورمالمون نقولوا سورة المؤمنين ولكن تنشكنا كني محكية سورة المؤمنون وأنا ربكم فاتقون الآية 52، ذي سورة الأنبياء فاعبدون، ذي سورة المؤمنون فاتقون، ذي سورة الأنبياء ولاش الواو، ذي سورة المؤمنون إلى الواو يثنى إنا يثقي أنا نمس فهم. ثلاثة الآية النظام في سورة العمران، وثلاثة الآية النظام كنتم خيرا ما شاء والله كان تكرر الأمة 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 طولق في لاسيكس برايا خطر نكوني ثورة الساقي الساقي 1436 2015 كين الناس اللي ما عندوش قاع الأمة في دماغه خاطئ ولاش الأمة ولاش يسعى الحومة ما يتصدرهم في كورثة الدرث هاد السورثة الدرث الشغل كينيك ما نجيش لو كان دي الحومة وي خطأ والشرع دقار سالي النيفو سالي سي الحومة ألمذ الأمة أين من الزمرض لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ثقيل الآية قد نثان قالوا كنتم خير ربي ذاك الشكر الله يبارك كنتم خير أمة أخرجت للناس والنبي صلى الله عليه وسلم وثيقات المدينة أمة واحدة من دون الناس والآية الثانية كنتم خير أمة أخرجت للناس ولكن أرجو ماشي باطل تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني صح الصفات دي كاركتيرستيك خصائص الأمة لكي تستحق هذه الخيرية لا بد أن تحقق هذه الخصائص إذن خيرية مشروطة بشيء ذي الأمة الآية قد دوسا سورة العمران رقم الآية 110 شفاس مثولة
لي جون عندكم كاع ديسك دور لصقوا شويه هذه الامور باش تلصق الامه هانت الايات. اذن ربي سبحانه قال تامر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، معناتها باش الامه تسيري خيريه الى قد تسعوا همها. سبحان الله يمغار نزيك على المحضر صلى الله عليه وسلم تعرف همها مش همها ياكي معناه الامر بالمعروف نهي عن المنكر. وقلت معليش دايك داير الله ثورة نفهم طول شوي ثاقي. إذا مفهوم الأمة ويسي خدم الدرفيس دار يا سلام القرآن أكد السنة أكد السيرة الزانت يتوزع يزاد الدرفيس دار يا سلام. ولكن في عصة السلام في وثيقة المدينة إن أمة واحدة من دون الناس معناه أمة متميزة تتميز والتميز أصالة ولكن تتميز سوين شو سالعلم سالإيمان سالفهمة سالحذاقة سالترفقة سالحضارة سالتزدي وقت تتميز إيمان الأمة مهرودة تخلف تخلف اقتصاديا ثقافيا سياسيا إعلاميا الأمة إلا قد تدو كل كوني نفضامي فون في اللوح تدو هذا مخالفين يسلم سي ربي الناد عايشين كما استعرفش نروح للقانون وما يستعرف بالك بيبقى بالقانون المهم ما فغ في الناس الله يبارك مشاكل ما استعرفش مشكلة ولكن إن شاء الله لا نيأس زرمي غلا نيأس خطر النبي صلى الله عليه وسلم ينادقي الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه أمتي أمة مرحومة أربي الحمد لله أول جهة دينا النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمتي أمة مرحومة يزا السيرم ذقولاون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله يبارك. ثورة أنروح نقطة في السنف صافي تجذير مفهوم الأمة الانتقال من مفهوم القبلية إلى مفهوم الأمة ثلاث كراون دليل من أصل وثيقة وثيقة المدينة الأمر والسين تقرير المرجعية العليا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم المرجعية العليا يا ربي أكذ النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هذه الوثيقة وثيقة المدينة الدليل البند رقم 23 لا شك في النبي صلى الله عليه وسلم وإن مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. يضربوا كوريا لون المواطنين السكان المدينة من المسلمين واليهود اليهود لا تعاش من دين السغالم غربي ذنبي غربي ذنبي صلى الله عليه وسلم. أمثلة نكون حينين يخوي للخلفة نغال ربي ذنبي وزيه مغارنا حينين نغال لسيدي خليل المعنى يسد الشرعة سيدي خليل وقيم مختصر الإمام خليل من أروع المختصرات في الفقه المالكي يتوسل يثموث القبائل مليح مليح يثموث الجزائر وخاصة يثموث القبائل سيدي خليل زي كي مغارة كي نغادر سيدي خليل مع نغادر الشرعي ربي ذي القرآن في صورتي ثلاث نقاط الآية ثلاث نقاط فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء الآية 65 الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى ثلاث شروط يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم حتى يحكموك في فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ثلاث شروط. الشرط الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني القبول الداخلي النفسي، الرضا الداخلي النفسي. الشرط الثالث التطبيق ليكزيكيسيون، طبق. إذن في هذاك الشرط سنت في سورة النساء الآية 65 النبي صلى الله عليه وسلم يخدم البنداقي، فإنما ردوا، يعني ما يظهر الخلاف، فإنما ردوا إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. على تحقيقا للحاكمية، حاكمية الله عز وجل على الأمة. الله يبارك. وثاني مسألة مهمة جدا، معنى يسن فهم نكوني باللي ماشي الملائكة، نكوني ذي البشر. ثلا التجارة، ثلا الثليسة، إلا الخلافية الغاشي مخلفة مؤخر الشريعة. مي راه مازال لي بروبليم ميسن الشراء كي نو وما يقبل كي مي سير مي كونديسيون شونتاج، اي ماشي كيخدمان اي مغار نزيك يفنى غير شغل كاع على بالك هذا مخلفا مي ثبض في الجنا في كيني كنوي ذاك السوم كنوي نكوني ذاك السوم كنوي تفرى واحد شو المعنى يسوي لاقي المعنى يسن في كامل الخير ايات الخير نفكاو الخير يا الخير ادنا هضره خويا ادي تقيو ولا كاين كاينين التجاره ياكي يمكن في كراسي دريم يمكن يا كان كاين يا كا ما سفلاح يمكن في كغدا تراكتور في كغد زريعه في كغد يوكا كذا هضر في ماني وغادي يهضر لي فيرسيون خصني تنسلي ابري حكمت ولا ما تغلظم تلهام زرا ما يغار باش الغشا هو الفن انو غال اخويا انو غال انو غال انو غال سي مغار انو غال امناين الخير يعرضين يعرضين من الخيرات 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 الخير يوصلنا المسنة السيف من الخير ويساعي ذمنا يبون تنسوا ولكي أشيني نكون إذا كسوم فنوي ذا جنوي أكن تخدم من فكاية من الخير من بعد ندوى الوايض يتذاوي تقريا للشامة مو تقريا للشامة وتقريا للنهثة النهثة الأهات مثل الشامة أتي للنهثة أنا عميه تجيك تقبيلي ذا تقبيلي في ساعة نظار الشرايف لذلك فكان بالخير أشيني السيفن الخير ورسائي ذما ولما لحقي شيء كسنكت سلخير سمحت داي يراد نولاو الله يبارك نقطة يا قيسة في نتيد في صلى الله عليه وسلم ذي البند رقم 23 يدي يسوي لك ما شاء الله صافي اصلحوا الامور ما شاء الله وقل الامر وسين الامر وسلاثة حرمة اقليم الدولة الجديدة في المدينة المنورة في يثرب لو تيراتوار لو تيراتوار يسعى الحرمة انا عاميه لو كنت افضيون يسعى الحرمة يثني سينس كان اشيني ثابحير ثاقينو الور لا خدم غاس الزرب وين راه ديك الشمن ثانوي في الناس نخدم الزرب كان يلف حاير النار اي يلف حاير الامه ولا تلقى قاسون الزرب زيك قارني في قبايليت الزرب يوحذق الزرب زيك ماشي من تورا الزرب ده مشطوح كان هكا المعنى يستي بحير ثاقي تسع الحرمه تبغى تشد تشينا اين سبب في سيسولا زقضا كيف تشينا اخريتش يا راكي ناوي سي فرسيسي الخريف هاوي زيك ديال القانون تبرين ما سعد الخريف مي بايكد وستسارى وحدك راه جات دي بوكل جيرانيك نغ مي تفكر في كاس تاعك طنطيشين تشناك فونطيش لو مي قال فونطيش ما تضرضي من سي طنطيش ما ذل الخريف طنطيش تما طنطيش طنطيش صافي غير تقرا هكا شويه تقفيليت باش الدين غير باللي مزور حرشان تقفيليت يسعى نظر الشرايف على بالكم النبي صلى الله عليه وسلم الدوله يخدم يخدم اسم الحرمه البند رقم 40 البند رقم 40 اشو ديننا النبي صلى الله عليه وسلم وان يثرب يثرب على المدينه المنوره
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. نيفو عالي ثلاثة يخدم التريتوار أشين التريتوار تقني وتعدر لا فيهم تقني النظر يقني النظر انقرك زعما لا فيهم القوانين الدولية لي كونفونسيون ليفو انترناسيونال حاجة طاس تنقرنا مي زوالا كنت في صوصا مش ولا نسينا راكم كذا كنت وراكم المي من بعد الإقليم الجوي الإقليم البحري البحر الإقليم البري الجوفة قص السنارة ثلاث كرضة داو القاع أنا عمي تسكر مدنا مان لو كي ثمو تنزال تنون دونجي أمان غندل نسعى أمان يتسوكر تقستين كاستيو أشياء سيقات نهار تنسقرش الماء أمان إما يكون السبة تلويث نغ السبة القرة نيفو مونديال انا عمي الى قيم ذن بوسا الخممني وزكا ازما دغي الكير ثم قرات ديال مونطونتي سبايس زمان امان وي امان هو النبي صلى الله عليه وسلم انتبه حاجه كبيره جدا النبي وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفه في صار اربعه طبعا المغاولة كان في حدود الوقت المتاح في صربعة تقرير مبدأ المساواة ليغاليتي مساواة تقيوة الدين عند النبي صلى الله عليه وسلم ذي القرآن وذي السنة ربي الناد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ربي دخلك شاب انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم سوره الحجرات الايه 13 ربي غادي تمسليا وكل بشر يتخلقيه ان خلقناكم من ذكر وانثى الذكر والأنثى معناه الزوجية الذكر كذا الأنثى تكمل دونيث والزوجية يجي في حد ذاته إعجاز إعجاز انبثاث الزوجية في الكون أشار إليه القرآن وين شكون يجيب لي الآية سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن نفوسهم ومما لا يعلمون عند الدساء الآية جي. سورة ياسين الآية 36 الآية جي ثلاثة تشوفا سوى سوى أتسندي سورة الذاريات من كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين الآية 49 الآية 49 من سورة الذاريات تشوفا ذي الآية 36 من سورة ياسين ذكر والأنثى ذا شو ذاكي ربي سبحانه يضرب في البشر ذكر والأنثى ولكن سورة ياسين وسعت ذكر ذي كلش أما ذي بنادم أما ذي الحيوان أما ذي الحشيش أما ذي الطجرة أما ذي كسينة أما في جميع العوالم جا كبيرة قرآن عظيم يخطب كل العقول الدنيا أكن هو العقلي إلا غير كان تفض ما تغريض القراية قيمة شو نساء الكواغض زيك اسمي القراية تسعى القيمة بلا الكواغض ولكن ربينا دوجع أنكم شعوب وقبائل ودينا تخدم القيرة إن أدري تعارفوا من بعد إن أكرمكم عند الله أتقاكم أولي نفغان هذه سوع القيمة غير ربي سبحانه هذه سؤال التقوى السؤال هذه تقوى ربي أقوى ربي هذه القرادي ماشي طاقة على منطق والحراشة والتزوير وكذا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يلا ثورة قيمة نقطة خمسة تقرير الحريات وحقوق الإنسان لذروة الله يزر فن بمذان
أو سيزيك ماشي من سورة وثقة المدينة يعني المسلمين اليهود لو كان ينسلم ذي حقر يهودي ثروي فلاس ثروي فلاس خطرة كديوسة أولا البند وس السين الثاني إن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الوثيقة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم يعني لكم دينكم ولي دين في خلاص حرية الاعتقاد حرية التدين أيهودي في قارك القيمة ذي يهودي حر أربي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي أبري كمل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سورة البقرة تسد بعد آية الكرسي قبل آية الكرسي بعد آية الكرسي وآية الكرسي رقمها كم؟ 255 بعد 256 أكا جماعة الخير ند البند ويس أربعة اللي هو تقرير مبدأ المساواة من شرح يثيد المساواة أمام الشرع وأمام القضاء وأمام إلى آخره دون تفريق بين الناس بسبب الجنس ذكر أنثى أو بسبب الدين مسلم يهودي أو بسبب اللون لا كولور ولاش تقدقي مبدأ المساواة كاملة والسلام الآيات والأحاديث أو بعض النصوص في هذا المجال الآن نغط النقطة 5 جاروث تقرير الحريات وحقوق الإنسان أو حريات وحقوق الإنسان ذاك يتصل إلى الحريات لأن البنود ثم زهورة حرية الاعتقاد البند الثاني للمسلمين دينهم سعن دين السنة ولليهود دينهم وربنا لكم دينكم ولي دين في القرآن لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إلى آخر الآيات طيب إذن مدام حرية الاعتقاد مصونة حرية التدين مصونة حرية العبادة تجيوك موجودة وكذلك حرية التجارة هذه خدم التجارة يحبس دير تجارة ماشي بالربا أي غير لأن الربا ممنوع خطر الربا مدمر راك تخدم نشط في 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 مجتمع مسلم وتخدم ضرر انت بغير إلا ومقارن النظام العام على السيجارة موجود النظام العام وكاديني ولد خدمها شو بغير خدمها شو يبغى خطر نتعيش جميع نتعيشي جميع الى قاسوا العقليه ياكي اين يضر الغشي في الخدمه راه اليس كذلك خطر الانسان يتصور الحريه شغل الحريه لازم تكون مطلقه ولكن تنتهي حريتنا حيث تبدا حريه الاخرين هذا مكان حريه التجاره تاجر الله يعينك انت دير تجاره خدم تجاره دير حلالك يعين ربي بلا حدود وكذلك الحق في الامن الامن وليش وكش بان الأمن الأمن وشو قد عاسلنا إبراهيم الخليل ربي اجعل هذا بلدا آمنا ذي الآية يظن ربي اجعل هذا البلد آمنا الأمن خطر الأمن الأمن ما إلا يولي تهنى خي قرر شكوني لهنا تضمن لغنا لهنا أعطسي تسوى الأمن الله يبارك فأنا يمكنني مثلا أن أعيش في الجزائر في 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 ظروف آمنة نسأل الله دوام الأمن على بلادنا وعلى بلاد المسلمين قاطمة الحمد لله ولكن الوياض تعيشين ترى ذي الهم ماشي ذي الأمن وريزم هذه الصلاة كما كني وريزمير هذه خدم الدروس وريزمير هذه من الغشي وريزمير فهم هذا المرض ترضق البومبا مرة كان أدي فكر ربي ثلويثي المنضوطي العالم الإسلامي والمنضوطي كامل العالم كامل خطر بيش اللي تعرفوا وغدي خلق ربي الحروب ولا لإسالة الدماء ولا لإزهاق الأرواح ولكن خلق قد باش نعيش أنا عبد ربي والسلام عليكم ألم نموت هذا مكان المعاون ربي وتعاونوا على البر والتقوى في سورة المائدة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان زيد حاجة أخرى وهي مهمة الحق أيضا في العدل العدل أي غير العدل معنتها ما إلا يوني ظلم وايض إلى المظلوم ينصر
وجاء في البند 17 رقم 17 إنايش وإن النصر للمظلوم وين في أعداء الباطل هذه تنصر معنى لا ينصر الظالم ولكن ينصر المظلوم وطبعا داكي لات حكايات الوقت اللي سمح لها أن دا إن سلمك ذو يهودي أدفد ذنزدات القاضي ذي سلم القاضي إني ولكن اليهودي نيسى على الحق أستيفك أستيفك إن سلمني أدفض مارش عليها خطر يغر لأنه يظلم ربي مناد ولا يجرمنكم شنآن قوم شنآن معنى الحق والبغضاء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى الآية نظن ربي ناد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية نظن ربي ناد وما ربك بظلام للعبيد آيات آيات صمت الغرضين هناك آيات تكرس العدل هناك آيات ترسخه هناك آيات تجرم الظلم لذلك يا جماعة الخير يا كاين من الإسلام يساد ذكيوث الوثيقة يخذ من فيستور يا سلامة أسمي هجر سمكة غالمدينة النبوية وثيقة ما شاء الله ذيكس الخير ذا مقران ذيكس ذا الروج ذا مقران ذيكس الحقوق البمذان ذيكس العلاقة بين الحاكم والمحكوم ذيكس الجامع ذيكس اسم رعاية الدين والعقيدة ذيكس رعاية الأمن والأمان رعاية حقوق الإنسان رعاية حقوق الضعفاء والأرامل واليتامى والمغبونين والمرضى إلى آخره كل شيء لاباس ذيكس الحرمة الحدود ذيكس كل شيء إلا ولكن اليهود عاش ليوث تلويث يوث لهنا ما شاء الله باش نحمدنا ربي وغلو حميدنا ربي بني قينقاع النياك بني الناظر يكو قاذني كامل أتسلمي العجب ذا شو خذ من الدرس وايض ماشا السيد إذا قد فرحنا أسيني يا رسول الله أعطيك الصحة صلى الله عليه وسلم في وضع دكويني الهان ولكن يكني خذ من الغدر أربي ذي القرآن الكريم إند وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ويناد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود معنى تخذ من العقد تخذ من العهد إلى قد توفين ثورة جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم يوفس العهد ينس يوفس العقود ينس سلوثيقة يجي مضمون الوثيقة مضمون هذا الدستور أو هذه الصحيفة صحيفة المدينة النبوية ولكن اليهود غدروا اليهود تعاونوا مع المنافقين خذ من تحالف أكذ المنافقين يكذ ما شاهو تاقي أتنظر إن شاء الله في الدرس دي الدون ميرض ربي جاهم ثلويث أرثي من الليث والسلام عليكم ورحمة الله.